نظم أبناء عزلة حوره بمديرية الجبين محافظة ريما وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا ورفضا لممارسات العدوان الإجرامي، مؤكدين نفيرهم العام ورفض الجبهات بالرجال والمال. نظم أبناء عزلة حورة بمديرية الجبين محافظة ريما وقفة قبلية شارك فيها مشايخ وأبناء العزلة قدموا من قراها المتناثرة على سفوح الجبال تنديدا واستنكارا ورفضا لما يقوم به العدوان الشيطاني الأرعن مستخدما طائرات وبوارج أمريكية صهيونية في قصف أبناء الشعب مرتكبين مجازر وحشية في حق الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن بسبب ما يذوقوه من ويلات وهزائم سطر نجاح رجال الجيش واللجان الشعبية. ندين ونستنكر العدوان الصهيوني الأمريكي السعودي على بلدنا اليمن الحبيبة منذ عام ونصف العام، ونشد على أيدي اللجان الشعبية والجيش ونقول واصلوا مسيركم ونحن مستعدون للجهاد بالمال والنفس وكل ما نملك في سبيل هذا الوطن، ونقول لإخواننا في الجبهات نحن ماضيين على دربكم ونحن سوف ندعم الجبهات بالرجال والمال والسلاح، ونحن معهم مؤمنين بقضايا هذا الوطن حتى أن ينصرنا الله أو نهلك دونه. إن إحنا معهم متواجدين في موادين الشرف والبطولة، وإن إحنا ندعمهم بأموالنا وأولادنا وبما نعسى ونملك. وأكد المشاركون في الوقفة إن الانتصارات التي يحققها أبطالنا تنعكس في ردود أفعال التحالف الشيطاني عبر استخدام أعتى الأسلحة لقصف المدنيين هروبا من المواجهات الميدانية لخوفهم من الجندي اليمني، معلنين رفض الجبهات بالرجال والمال وأنهم على درب الأبطال سائرون حتى تتطهر بلادنا من المعتدين المحتلين. نحن ندين ونستنكر العدوان السعودي على بلادنا، وندين الخونة الذين يؤاجرون على سعود لتدمير البلاد والعباد، وإحنا بعدهم حتى داخل الركن اليمني داخل الرياض بعدهم بالروح بالدم بالروح بالدم نتك يا يمن. من منطقة ريمة إلى داخل جبن ومن قدع مارب إلى باب الصباح والعاصمة صنعاء إلى باب اليمن، ومن ذمر لائب بلا داخل سلاح جبالها الضالع ويافع والقطن، ومن ذمر لائب بلا داخل سلاح جبالها الضالع ويافع والقطن، شعب اليمن على الحرب صمم والنطاح، شعب اليمن على الحرب صمم والنطاح، وفي طريق الحرب صفا واحدا لو ما تصيح الجن من بين الضياح ويخرج العدوان من شعب اليمن. تتحلى اليمن بأروع صفاتها عبر مواقف رجالها الصامدون في مواجهات مسلحة وحوارات ومفاوضات ومسيرات واحتجاجات. لقناة اليمن من اليمن، عصام الحيث، محافظة ريمة.